السلام عليكم. طيب، بعد بحث مطول في الموضوع اجتماعيا، يعني هي تجربة خير برهان زي ما يعني يقال. يعني التعليم والجامعات والمدارس هي بتقول لك تجربة ناس عاشوا تجربة حقيقية، تمام؟ مهما كانت الدرجة التعليمية هي في النهاية تلقين، تمام؟ انت قد ممكن تقابل دكتور او طبيب او باحث او مختص، هذا الشخص هو يعرف الألم ولكن ما جرب، ما عنده تجربة حقيقية في الأغلب، يعني إذا كان شخص يعني يتعلم. ولكن لا شك أن المصدر الأساسي للتعليم هو التجربة، تمام؟ والجامعات جاية عشان تستنسخ التجربة هذه للآخرين للفائدة العامة. أنا تجربتي الاجتماعية يعني بدون الدخول في التفاصيل، هذه هي أنا رؤيتي لها فنيا. لو جينا نعمل لها إسقاط على المجال الصناعي، أستطيع أن أنا أصور لك المشهد بالشكل التالي. الآن المتعارف له أنه في صناعة السيارات كمثال، صناعة السيارات لكل بلد مصدر للسيارات، طبعا البلد لما يكون مصدر معناته هذا البلد متعافي اجتماعيا واقتصاديا. البلد المستورد هو قد يكون البلد اللي عنده إشكال، على الأقل في المصدر الرئيسي للدخل. لو فرضنا أخذنا مثلا ألمانيا وأخذنا من السيارات المرسيدس، شركة مرسيدس هي شركة ألمانية تصدر السيارات، تنتج السيارات محليا وتصدر السيارات خارجيا، تمام؟ من ناحية الإنتاج فالشركة هي تنتج السيارات بالمواصفات والمقاييس الألمانية، بمعنى أنهم لما عملوا أول سيارة هم عملوها لهم، بتعكس تطلعاتهم وهويتهم، تمام؟ واللي أنتج السيارة هو واحد من أبنائهم اللي نشأ وتربى وتحدث باللغة وعاش وترعرع في الثقافة الألمانية. كل المكتسبات اللي يتميز بها الشخص هذا هي مكتسبات من نفس البيئة، وبالتالي مخرجاته التي تناسبه هي هتناسب أشخاص عاشوا في نفس الظروف ونفس البيئة اللي هو عاش فيها. لذلك القبول للمنتج المحلي دائما يكون قبول مستحسن. الشركة وزيها شركات أخرى نشأت وازدهرت بعوامل الوضع الاقتصادي والاجتماعي اللي كان مساعد لنمو هذه الشركات. بدون العامل الاقتصادي والعامل الاجتماعي لا يمكن بالنهوض بالاقتصاد، والاقتصاد نتيجة في النهاية. يستحال أن يكون في مجتمع مدمر اجتماعيا مستهلك اقتصاديا ويكون عنده إنجازات. طيب، هذا الوضع طبيعي. الوضع لما يكون معكوس بحيث انه يكون بدل ما يكون تصدير يكون استيراد، بالتالي اول حاجة هتكون موجودة انه بدل ما يكون في مصانع
هيكون فيه معارض للمبيعات، بدل ما يكون فيه مهندسين لتصنيع السيارات هيكون فيه فنيين صيانة. بالنسبة للاحتياجات قد لا تتناسب في المجمل مع الاحتياجات العامة، ولكن هي تفرض لأنه ما في بديل. حتى وإن كان تم التحقق من أنه المواصفات والمقاييس لا تتناسب مع الاحتياج المحلي، يبقى انعدام وجود البديل هو عائق، بل أنه محاربة المستهلك لنشوء شركة جديدة، سواء كان المستهلك، أصحاب المعارض، الناس اللي بيبيعوا، الوكلاء، كلهم هيكونوا محاربين لأي صناعة ممكن تنشأ، لسبب بسيط أنه ليس لهم مصلحة في ذلك. طيب نيجي نحط المغترب، ناخد المغترب ونحطه في البيئة الأولى. البيئة الأولى هي بيئة منتجة، شركة محلية بتنتج في الداخل وبتصدر للخارج. في الغالب دولة بهذا النجاح هي قد تكون يعني ناجحة، ولكن انعدام فرص الاختراق فيها صعب، بحيث هتكون مرغمة ثقافيا واجتماعيا على الاندماج، لأنه من الصعب انك انت تنافس في سوق منتج لأسباب، منها أول شيء اعتياد المستهلك على المنتج المحلي، اثنين الفرق في السعر، لأنه المنتج المحلي دائما بيكون أرخص من المنتج المستورد، لانعدام وجود مصاريف الشحن والاستيراد. نجي نتكلم عن في الاستيراد، في النقطة في الاستيراد. المغترب هو مثال السيارة المستوردة. عشان تستورد سيارة، قبل ما تستورد سيارة واحدة لابد انه الاحتياجات الأساسية المشتركة والغير مشتركة تكون متوفرة. فمثلا الاحتياجات المشتركة هي البنية التحتية، فأكيد السيارات تحتاج إلى شوارع مرصوفة ونظام مروري عشان تمشي فيها، تحتاج الوقود، تحتاج المحطات. وتكلفة البنية التحتية بشكل عام هو أعلى بكثير من تكلفة السيارة، ولكن القيام بهذه المشاريع، مشاريع البنية التحتية، هي دائما مشاريع قومية، بمعنى أنه تكون مشاريع مشتركة، مش شخص واحد اللي هو عشان يشغل السيارة هذه لازم يرصف الشارع بنفسه، لا، هو مكلف بقيمة السيارة ودفع الرسوم ورسوم الخدمات اللي في مجموعها وبكثرة المستخدمين للعربات والسيارات هتكون مجتمعة تغطي المصاريف لإنشاء وصيانة البنى التحتية،
بدون بنى تحتية سيارة واحدة ما راح تمشي. طيب العوامل الغير مشتركة اللي تحتاج من الوكيل ومن صاحب السيارة توفير الخدمات عشان السيارة هذه تمشي هي الصيانة والتشغيل. السيارة وإن كانت كويسة في بلدها لكن مش عيب فيها إنها هي تخرب، هذه طبيعتها، كل شيء يشتغل في النهاية لازم يخرب. فبالتالي توفير قطع الغيار وتوفير الأيدي العاملة للصيانة وإيجاد وكيل ليها من أهم عوامل نجاح وازدهار السيارة. السيارة هي تستطيع أن تؤدي كل الخدمات من ناحية الخدمات العملية، سواء كانت إن هي تسير، إن هي تقف، إن هي تسرع، إن هي هذه كلها خدمات فورية في السيارة، ولكن الصيانة والتشغيل هي خدمات مساندة. تمام، بدون الخدمات هذه عمر السيارة يكون أقل، إمكانية إنه هي يتم الاستغناء عن خدماتها تكون أسرع. من الصعب إنك تحصل مثلا سيارة بدون خدمات تستمر لأكثر من 6 أو 10 سنين لانعدام وجود القطع والخدمات. بدون القطع والخدمات عمر السيارة يكون قصير. لذلك في حال استيراد السيارات فتجد انه دائما في وكيل هو اللي يقوم بكل الشؤون هذه. نجاح السيارة في أي مكان هو مناط بإمكانية وقدرة الوكيل على توفير الخدمات، مما يتيح زيادة الاعتماد عليها وزيادة المبيعات في النهاية. طيب في حال أنه الوكيل أصبح يعني لم يقدم الدعم الممتاز سواء بسبب الشركة أو بسبب الوكيل، هيقول المطاف للسيارة إنها تكون أقرب يعني لمصيرين اثنين. المصير الأول هو الاندثار والزوال، لأنه بمجرد ما يكون في مشكلة، المشاكل البسيطة سواء كانت المشاكل البنشرية أو المشاكل العامة هذه محلولة، ولكن المشاكل اللي تكون خصوصا في الجيروبوكس أو في الماكينة هذه مشاكل لابد أنه يكون في مختص لنفس العلامة التجارية أنه يحلها. انعدام وجود هذا الشخص أو هذه الخدمة أو هذا الوكيل اللي يوفر الأدوات أو القطع اللازمة يعني أنه هذه السيارة وصلت لخط النهاية ولا يوجد حلول لها. المصير الثاني هو مصير التغيير، سواء كان برضا وقناعة أو بالأرغام. التغيير مع يعني أنه أن تتحول السيارة تدريجيا مع مرور الزمن لتكون بدل ما تكون مرسيدس تتحول تصير تويوتا. هذا الموضوع قد يكون غير ملاحظ
ولكن هو مجموعة من الأخطاء الغير مقصودة اللي تتراكم مع الزمن وتنتج لنا في النهاية هذا التغيير الذي هو غير ملاحظ أيضا. فمثلا هذا سين من الناس معاه مرسيدس إي كلاس، فهو معاه مرسيدس إي كلاس في أول شهر الاحتياج هيكون بنزين، فالمرسيدس إي كلاس هيحتاج أن البنزين يكون مثلا بنزين اللي هو النقي 95 عيار 95، فاختياره للـ91 قد يكون مضر على المدى البعيد، ولكن إذا اختاره يعمل. فهو إذا في مدينة ما يوجد فيها إلا 91 هيمشي الحال معاه، ولكن الماكينة هتضرب في نهاية المطاف، ولكن يعتبر حل. تكرار الحل هذا هو اللي حيخلق مشكلة أكبر. طيب بعد أول شهر هتبدأ تطلع احتياجات أخرى من الزيت والخدمات الدورية اللي لازم تفحص وتغير كل شهر. هو إلى الآن ما زال موجود في البجري، فهذه مهام عامة تعتبر. البنشري يشتغل بأي سيارة سواء كان في موضوع الزيت أو الإطارات، فحيجي يغير الزيت لازم يغير زيت عيار معين. نعم موجود زيت تويوتا ولكن لا ينصح به. هل إذا جربوا ممكن يشتغل؟ ممكن يشتغل، ولكن ضرره على الماكينة حيكون أسوأ من ضرر استخدام بنزين 91، فحيسرع عملية ضرر الماكينة بنسبة أعلى من تغيير نوع البنزين. طبعا مضطرا ما حيكون قدامه إلا زيت تويوتا، فحيحط زيت تويوتا، حيمشي من شهر لشهرين 6 شهور سنة، هتبدأ تطلع احتياجات مرحلة متقدمة. ايش هي؟ الكفر يحتاج تغيير، زيت الجيروبوكس يحتاج تغيير، زيت الدركسون يحتاج تغيير، وكالعادة هياخد تويوتا تويوتا تويوتا، لأنه ما في وكيل مرسيدس وما في فنيين مرسيدس، هذا كافتراض يعني نتكلم. بعد السنة الأولى الأمور لا زالت تمام، الأضرار لا زالت صامتة، ولكن بتتكون مع مرور الزمن. نجي لأول مرحلة في السنة الثانية، هو تغيير بعض القطع الأولية في السيارة، كمثال البواجي وبعض القطع الأولية مثلا إذا كان البطارية وإلى آخره. فما في قطع مرسيدس، فهياخد بواجي تويوتا الأصلية، وهياخد بطارية تويوتا الأصلية، وهيبدأ يلاحظ الفرق في الأداء طبعا للأسوأ. هيرجع للمحل يقول له أنت متأكد أصلية؟ آه أصلية ممتازة وكويسة وماركة وكل شيء، ويطلع مع صاحب المحل في سيارة التويوتا ويبدأ يجرب ويشوف كيف شغالة، تمام كل شيء تمام، يرجع يحطها في سيارته ما تشتغل بالجودة المطلوبة.
في النهاية ما عنده بديل أو حل، ويقول له يعني السيارة هذه أنا ما أعرفها، أنا لو تجيب لي سيارة تويوتا كل سيارة تويوتا شغالة، لكن سيارتك أنا ما أدري، هذه مشكلتك. ياخذ السيارة حقه ويمشي، ويبدأ يتعايش مع الموضوع هذا، فيتنازل إن هو بدل ما يمشي 200 يمشي 120، بدل ما يكون التسارع 60 من 0 ل 60 10 ثواني أو 15 ثانية، يمشي على مهله، لأنه هذا الشيء برضو كمان شيء إيجابي. بعد السنة الثانية، بعد السنة الثالثة، تبدأ احتياج تغيير الفرامل، فيجي بيغير الفرامل. فرامل تويوتا لا يمكن تركيبها، وهنا طبعا أول محطة للتغيير إنه يكون مش من جهة واحدة، من جهة الاستهلاك، ولكن من جهة المستهلك والاستهلاك في السلوك، التصحيح بمعنى يعني. ففي هذه الحالة، بحكم انه الفرامل ما تركب في السيارة لوجود اختلاف في الهيئة والشكل، فحيضطر انه ياخذها ويروح المخرطة. طبعا المخرطة ايش هتعمل؟ هتعمل تعديل في الهوب بحيث انه يركب القاعدة اللي تركب عليها فرامل تويوتا. ليش؟ لأن تويوتا كذا وبس. هيغير الأربع كفرات، هيغير الفرامل، يفضي الزيت ويعيد يركب الزيت تاني مرة حق الستيرينج وحق الفرامل مرة ثانية، وحيمشي. ولكن حيبدأ يلاحظ انه وزن السيارة مقارنة ب يعني وزن السيارة اعلى من وزن سيارة التويوتا، فبالتالي الفرامل ما حتكون بالجودة السابقة. فلما كان يفرمل مثلا في نص متر، الان صار يفرمل مثلا 5 أو 10 أمتار، وهذا الشيء خلى السيارة كأنها تزحلق. ولكن القطع أصلية والحلول أصلية، وصاحب المخرطة أدى اللي عليه، كل واحد أخذ حقه في النهاية، ما في شيء ببلاش. بعد كده هيروح وراكب السيارة حقه، زيت تويوتا، بواجي تويوتا، فرامل تويوتا، وزيت تويوتا، و بنزين 91، وماشي بالمرسيدس، ماشي على مهله، عشان عارف انه الوضع حقها ما يسمح انه يستخدمها بالاستخدام العادي. تمر الأيام، تمر السنين، تبدأ تحصل الحوادث البسيطة، من خدش، من رجوع، من ركنة. هذه الحوادث قد تؤدي إلى إيش؟ إلى بعض التلفيات، سواء كان في المنظر الخارجي للسيارة أو في المنظر الداخلي للسيارة. فمثلا ريش المروحة تنكسر، الجلدة حق الباب تنقطع، فيبغى يروح يدور قطع، ما في قطع، فيضطر يروح عند المنجد عشان يخيطها أو يلبسها تلبيسة. أما بالنسبة للخدوش اللي موجودة في السيارة، فحيروح عند السمكري
يحط له معجون ويلمعها، وهيحط لون شبيه باللون حقها، مو نفسه، لأن اللون اللي هو يبغاه مش موجود. هيمشي السيارة مرقعة، طبعا الناس اللي معاها سيارات تويوتا هتمشي جنبه تستغرب، ايش بك لما تفرمل تاخد لك 5 متر؟ ليش القومة حقك ضعيفة؟ ليش السيارة فيها بقع؟ ليش التنجيد طالع ما هو بالشكل المطلوب؟ طب هو هيشرح لهم الموضوع، ما هيفهموا لأنه هم معاهم تويوتا، ما جربوا المشاكل هذه ولا يعرفوا عنها. لو سكت أفضل له ويمشي. بعدين هيروح السنة الخامسة، السنة السادسة تبدأ الاحتياجات الصعبة تطلع، الهب يبغى له تغيير، الماكينة يبغى لها إصلاحات، الكمبيوتر يبغى له تحديث، وإلى آخره. لما يوصل هنا تبدأ التحديات تكون من الصعب انه يكون لها حل، فيروح يبحث عن حلول. ما في الا انه ياخذ السيارة ويسافر بيها ويرجع البلد عشان يصلحها. فيروح في الاجازة السنوية، يروح عن طريق البر، ممكن 400-500 ألف كيلو استهلك فيها الكفرات واستهلك فيها الزيت واستهلك فيها السيارة، وزاد عدد الكيلومترات عشان يوصل هناك للبلد اللي هو فيها، المرسيدس تمشي بشكل طبيعي والخدمات من القطع والفنيين متوفرة بكثرة. فيصلح السيارة، يصلح كل حاجة ويجي، ولكن التكلفة هتصير تكلفة الرجال زائد القطع غيار زائد تكلفة السفرية، ولازم تكون أيام الإجازة. إصلاح بعد إصلاح، هيضطر لو خربت عليه يسيبها، ما يصلحها إلا وقت الإجازة. ليش؟ لأنه ما يمدي يطلع إجازة كل وقت، هو عنده دوام وشغل، وإجازة حقه سنوية. تيجي مرحلة أنه السيارة تخرب عليه في أول شهرين ولسه قدامه 8 شهور، طب إيش الحل؟ فيضطر ياخد سيارة تويوتا مستعملة يقضي بيها مشاويره، وهو ماشي بالمستعملة يبدأ يحس انه والله في فرق، يرتاح من التحديات اللي كان شايفها اول، تخف عليه الضغوط، قطع الغيار ارخص، وفرت الفنيين بتريحوا في الموضوع انه يوجد احد يصلحها، مش هيحتاج يروح المخرطة مرة ثانية، مش هيحتاج يروح المنجد، مش هيحتاج يروح يعمل سنكرة. وبعد سنة واثنين وثلاثة يبدأ يقرر انه هو يوجد حل للمرسيدس، بحيث انه تكون اصلاحها يكون دائم. فيروح للمهندس، طبعا اليوم موعد ايش؟ موعد صيانة الجيربوكس، خلاص هو دحين مشي 200-150 كيلو، فلازم صيانة الجيربوكس وتغيير بعض القطع الداخلية. فيجي يحسب التكاليف، يقول لك اول شيء ما هتحصل فني يصلح لك اياها، ولو رحت البلد تروح تصلحها وتجي تكاليف السفر والاجازة لسه قدام.
طب ايش الحل؟ والله الميكانيكا هيقول له نصلحها بس نغير الجيروبوكس، نحط لك جيروبوكس تويوتا. طب ايش اللي حنسويه؟ طبعا لازم نروح المخلطة عشان يعدل السلوك. يروح المخرطة يعدل، يخرط له الجهتين الأمامية والخلفية عشان تتركب، ويهيئ السيارة انه تركب فيها جيروبوكس تويوتا. وفعلا يركب الجيروبوكس، ولأن الجيروبوكس تغير فالجير هيتغير، الاوتوماتيك اللي كان تيترونيك هيصير اوتوماتيك عادي. العزم حق السيارة هيكون مختلف، الماكينة هتكون ما فيها تناسب بينها وبين الجيروبوكس. لو ركبها شغل انتهى، ولكن تشغيلها واستخدامها هو اللي حيكون فيه فرق. حيمشي بيها شهر، 2، 6 شهور، حيبدأ الموضوع هذا يسبب إشكال للماكينة. وفي النهاية طبعا ياخد بنصيحة الميكانيكي مرة ثانية، يقول لك انت غيرت الجيروبوكس، طب خلاص غير الماكينة. وتيجي تغير الماكينة وتحط ماكينة تويوتا 4 سلندر مش 6 عشان تكون اقتصادية. ليش؟ لأن البنزين غالي. تغير الماكينة، الجيربوكس تويوتا، الماكينة تويوتا، الزيت تويوتا، زيت الجيربوكس تويوتا، البواجي تويوتا، بنزين 91، وكل شيء تويوتا، ولكن السيارة ما زالت مرسيدس. يمشي الرجال مبسوط، أموره صارت أحسن، مشاكل الجيربوكس والماكينة راحت. لما يبغى قطع أصبحت الآن القطع متوفرة، قطع الماكينة فقط، قطع الجيربوكس موجودة، ولكن لازال الهيكل العام والكفرات ووزن السيارة والمنظر العام لازال يسبب نوع من العوائق، لين ما يجي اليوم ذاك اللي يحصل معاه حادث وتحصل تهشم للواجهة الأمامية، القزاز، اللمبات، وإلى آخره. طيب في دي الحالة يجي يشوف لها قطع، ما في قطع، أخذها على سطحها وداها لأكثر من ميكانيكي، يا جماعة أبغى أصلح السيارة، ما في أحد سمكري يقدر يصلحها. سمكري قال لك والله أنا أصلح لك البودي، أرجع لك زي ما هو، بس السيارة تكون بدون شماعات. من فين جيب لها شماعات مرسيدس؟ قال والله هذه ما لها حل. طيب إيش الحل؟ الحل إنك تغير الواجهة وتخليها واجهة تويوتا. ليش؟ عشان الشماعات تركب. هو ما في مشكلة في السمكرة، ولكن المشكلة في القطع. وغير الواجهة، خلي الواجهة تويوتا والخلفية مرسيدس، وتغير الأمور والأمور تمشي. يصير اللي يسلم عليه يحسبه تويوتا، وبعد ما يمشي يقول إيش هذا، أنا افتكرت تويوتا، هو طلع مرسيدس. وبعد فترة يكون واقف في أمان الله، وإلا تيجي سيارة وتضربه من ورا. إيش العمل؟
ما في إلا السمكري يا عمنا، هو اللي هيعرف يخليها تيوتا. طيب صلحها، سمكرها ممكن؟ لا لا لا، مهما صلحت فيها ما لها شمعات في البلد، شمعات المرسيدس مش موجودة. وياخد المرسيدس اللي كلها تويوتا ويوديها على السمكري عشان يغير آخر جزء اللي هو الخلفية، ويحط خلفية تويوتا، الشنطة والخلفية تويوتا، عشان يركب الشماعات الأصلية. كذا الخلفية والأمامية تويوتا، الماكينة تويوتا، الجيروبوكس تويوتا، الزيت تويوتا، البواجي تويوتا، وكل حاجة تويوتا ما عدا البنزين 91. يمشي الرجال مبسوط، الخدمات صارت أسهل، الأمور صارت أحسن، كل حاجة تمام، كل حاجة في الفل، كل حاجة أسهل. يبقى الناس اللي يطلوا من الشباك يحسبوه مرسيدس، والناس اللي يطلوا من ورا يعرفوا انه تويوتا، واللي من قدام يقابلوه يحسبوه تويوتا برضه. هو لحد الآن مرسيدس. ليش؟ لأنه هو في الأساس مرسيدس. ما الأمور بالأصل، هو إيش ترجع؟ مرسيدس ألماني. شلنا الرجال أو شلنا السيارة نقول عشان ما نلخبط، ودينا الآن إيش إيش اللي يحتاجه؟ سمكرة سهل يتصلح، ماكينة تتصلح، كربوكس تتصلح، زيت ما في أي مشاكل. ولكن وزن السيارة بيقلل عزمها، فبالتالي السقف والهيكل هو الباقي الأشياء اللي ما تغيرت. طب هو حيحتاج أصلا يغيرها؟ ما راح يحتاج. لا، ممكن يحتاج، يحتاج عشان يكون كامل، كمال لله. بس الناس تحب الكمال، فهو من باب الكمال قرر انه هو يغير السقف والشاص. بدينا ندور شاص وسقف، واكيد السمكري بيحصلها. ليش؟ لانه في كثير سيارات تويوتا وقطع غيار تويوتا، وسيارات مستعملة تويوتا، وسيارات مصدومة برضو تويوتا. أخذ القطعة من هنا، أخذ القطعة من هنا، وبأسعار رمزية، وشغل القطع كلها، فكها وركبها، وركبها على الشاص، وركب السقف عليها. أسبوع زمان أخذ السيارة أعطاها لصاحبها. صاحب مين؟ صاحب مرسيدس. تفضل يا حبيبي، هذه المرسيدس تبعك، المفتاح مرسيدس، البودي تويوتا، السقف، الأمامية، الخلفية، الماكينة، الجيروبوكس، الزيت، البواجي، الفرامل، الهوب تويوتا. وياخد السيارة ويمشي ويعدي على نقطة التفتيش، يجوا له رخصة واستمارة، يطلع الرخصة، يطلع الاستمارة، الاستمارة تويوتا، عفوا الاستمارة مرسيدس. العسكري يطل في البطاقة، كيف تقول انت معاك مرسيدس والسيارة تويوتا؟ يجي يشرح له، يقول له لا، أصله ما أصله، فصله على جنب جنب. يروح المرور، يبدأ يحاول يثبت، يطلع الأوراق الملكية، رقم اللوحة،
كل شيء سليم، ولكن السيارة تويوتا ومسجلة مرسيدس. روح غير معلومات السيارة. ليش؟ لأن السيارة هذه ما عاد سيارة مرسيدس، هذه سيارة تويوتا، وإلا يعتبر انتحال شخصية. يغير البيانات ويحط البيانات تويوتا عشان يعدي من التفتيش رسمي، ويروح على بلده، يوصل هناك يتمشى، يزور الأهل، يزور الأصحاب، يخلص أموره، وبعد كده وهو راجع يرجع على نقطة التفتيش، ولكن بالعكس يجي يقولوا السيارة هذه تويوتا، يقول لهم لا مرسيدس. يقولوا له كيف؟ قال له هذه السيارة تنطق دق البوري. البوري قال ضاد. قال ها مرسيدس صح. قال له ايش بك؟ قال له هذه مرسيدس، هذه لما تضغط البوري تنطق ضاد. ومشي ورجع على بلد الغربة، يمشي هناك كل ما يدق بوري ضاد ضاد، يمشي يعرف انها هي مرسيدس مش تويوتا، ولكن عوامل الزمن غيرتها. شكرا لكم، السلام عليكم.